كتب عنها كاتب السيناريو ألا يفقد الأمل بسبب العقبات. انتبهوا الفكرة. فقدر كاتب السيناريو يجب مواجهته بشرف كاتب السيناريو. يجب كتابة سيناريوهات مثالية حتى لو ألحق المخرجون بها بعد ذلك أشد الفضاحات. أشد الفضاحات. مين منكم شاف نهاية الرشدة؟ أحكي لكم أنا كل الكتلة الأخيرة اللي بالمسلسل الكوخ وكل الأحداث اللي بتصير فيه هي ما موجودة بالرواية، أنا عارف. المشهد الأخير لما بيجي الزلقوط لعند مفيد قبل الزلقوط قبل ما تروح لبيبة على الشغل تبعها أول شيء خليناها تلبس أسود. هي تلميح لما سيحدث بسموها بالدراما بالمسرح ايروني انه سيحدث شيء دراماتيكي شيء سيء. لبست اسود وراحت على الشغل تبعها. اثناء غيابها المعلم البطحيش اللي ادى دوره المرحوم هاني الروماني فبيكون عم يعمل يستنى تهريبه عم يطلع بالنابور على السفينه بيعطوه اشاره انه الجمارك محاصرين يعني حول السفينه ما في تهريب اليوم. فهو عم يحرك الهيك النابور فبيشوف الكوخ وبيشوف مفيد امامه. هو بيكون له 5 سنين عم يدور عليه بده ينتقم منه لانه هو يعني علم عليه. انا في مشهد رح احكي لكم كيف كتبته انا وكيف تنفذ. انا قايل انه يجلس مفيد على الكرسي المدولب كرسي متحرك ملفوفا بالبطانيه بحيث يبدو لمن يراه كما لو انه جالس على كرسي ما في دواليب ما في شيء ملفوف بالبطانيه وقع. يقترب البطحيش من عمق المشهد يقول بالدفاع فز اجاك الموت. فينظر مفيد الى البطحيش ويقول له انا ما عاد فيني فز اذا انت فيك ذره شجاعه ورجوليه زود لعندي واللي بيبعت الثاني عشان الله لا يزول. وبيكشف البطانيه عن رجليه وبيطلع ده بيشوف رجليه مقطوعين. بيقول له انت ما انا بغريبي اتركه ويمشي. وفي كيف تصور المشهد؟ تصور المشهد حاطين له لمفيد ومبين رجليه مقطوعين بيجي هداك بيقول له فز. انا لما شفت اثناء العرض تليفون عم بيرن والناس مبروك نجاح فظيع وانا عم ببكي. ما حدا من المشاهدين انتبه لهي الشغله ما انتبهوا بس انا يعني انه شلي هي التفاصيل هون انت اذا بتشيل التفاصيل بالاخير بتبقى الروايه حتى مين انا وين؟ على كل حال شغلنا يجب كتابه سيناريوهات مثاليه حتى ولو الحق المخرجون فيها شو؟ أشد الفظاعة. نوم العوافي يا وحش. الله لا يعافيك ولا يسلم فيك والعظمة. مو غلط اللي فكرت لي بالموضوع ولا لساتك متنح؟ انو موضوع ولا؟ مو غلط رح تدفع ولا ابعت لك الرقيب زريق مره ثالثه مشان يدهن لك عيشتك كحله. قديش بدك؟ ها؟ مو غلط كل شيء بحسابه. هات لنشوف قديش معك هلا؟ 30 ليره. هاتون على حسابي. Thank you.
هناك مناهج كثيرة لكتابة السيناريو، لكن الحقيقة هي أن أي منها لا ينفع، فكل قصة تحمل معها تقنياتها الخاصة. والأمر المهم بالنسبة لكاتب السيناريو هو اكتشاف تلك التقنية. أنا أعتقد شخصياً أن الشكل هو الجانب المرئي من المضمون. شو؟ الشكل هو الجانب المرئي من المضمون. وأنا بعتقد أنه هلا في حدا منا بشبه الثاني؟ صحيح كلياتنا لنا عيوب، عينتين وأنف واحد ورجلتين وإيدتين، ولكن كل واحد منا فريد. عنده فرادته الخاصة بكل التفاصيل. هي أنا ما بتفق معه، ويجب أن يعرف المشاهد منذ البدء إذا كان ما يراه هو دراما أم كوميديا، ويمكن للخلائط التجميلية أن تأتي فيما بعد. أنا تجربتي الشخصية، وأنا العبد الفقير يعني إذا بتحطوني بجنب ماركيز، يعني مين أنا ومين ماركيز يعني، بس تجربتي الشخصية، في كاتب ومخرج أمريكي بيقول الفكرة الثانية، بيقول من الصعب أن نكتب دراما جيدة، لكنه من الأصعب أن نكتب كوميديا جيدة، لكن أصعب شيء على الإطلاق هو أن نكتب دراما تتخللها كوميديا، فتلك هي الحياة. أنا بكتب دراما تتخللها كوميديا. يعني بتلاقي أحيانا يعني بياخذ التراب مشاهد بالجزء الأول مشاهد فظيعة فيها زخم فظيع، وبعدين بيطلع لك مشاهد الضحك. هذا أنا قبل ما أقرأ هالفكرة أنا هيك حقيقة تلك هي الحياة. شو وظيفة الفن؟ عكس الحياة. هلا أنا شخصيا كان عندي إحساس إنه أنا مكتشف سر خاص فيي أنا، إنه نحن يجب إنه نركز على الأحاسيس بالنص، نفيق الأحاسيس. أثناء تصوير نهاية رجل شجاع كنت عم بقرأ كتاب لليف تولستوي، فلقيت هاي الفكرة اللي أنا مفكر إنه أنا مكتشفها، يعني مفكر حالي عبقرين وزماني طلع سابقني 100 سنة 120 سنة. يقول لا، وأنا كانت غامضة بالنسبة لي، يعني هي غامضة بذهني الفكرة مو واضحة تماما، فلما شفتها انصعقت أنا حقيقة. شو بيقول ليف تولستوي؟ يقول إن المهمة الحقيقية للفن هي تحويل الحقائق من مجال العقل إلى مجال الأحاسيس. مجال العقل أنت بتكون قاعد عم تاكل شوربة المساء قبل ما تنام وعم تشوف التلفزيون بيقولوا انه سقطت الطائره في البحر وكان على مدى 300 شخص، انت بتستمر اكل الشرب. بينما مثلا انت راجع على بيتك بتشوف قطه مثلا مدهوسه رجلها عم تشحط حالها عم تشحط رجلها، فانت قلبك بيوقع بالارض. ليش؟ لانه هون الحقيقه وصلتك من خلال الاحاسيس تبعك. وانا بعتقد انه هاي مهمه خطيره جدا. مو دائما في بعض الكتاب يعني بيحققوا شهره ولكن ما بيفهموا هاي الفكره بالذات. لهيك توصف كتاباتهم بانها كتابات ذهنيه. يعني مثل الرياضة، أن الرياضيات حلوة، الرياضيات علم شيء محترم، ولكن ما في حدا بيقول لوحده بحبك من خلال معادلة الرياضيات، مو من خلال قصيدة، من خلال شيء حلو. هي فكرة
كمان مهمة، ليس هناك ما هو أسوأ من قصة يجري تطويلها. نصائح، أنا بعتقد أن هاي نصائح قيمة، هي وفرت عليكم ثلاث كتب خلال 10 دقائق.